عصيان مدني يعم هونغ كونغ. 34 شخصا أصيبوا خلال احتجاجات غير مسبوقة يوم الأحد أمام المركز العالمي استدعي على أثره العديد من قوات حفظ النظام الذين أطلقوا وابلا من القنابل المثيلة للدموع، لكن عبثا حاولوا تفريق الحشود بعد أن انضم الآلاف في مظاهرات سلمية تحولت فيما بعد إلى فوضى عارمة. تقول الحكومة بأن المظاهرات غير مرخصة. وعلى الرغم من هذا بدأت التظاهرات تنتشر في أنحاء البلاد. الصور والتسجيلات المصورة لا تظهر أي شكل من أشكال العنف في مدينة اعتادت الاحتجاج السلمي. العديد كانوا يرتدون النظارات والستر الواقية، لكن لم يكن كل المتظاهرين مهيئين لهذا الكم الكبير من الغاز المثير للدموع الذي لم يسبق له مثيل. ليس واضحا ما ستؤول إليه الأوضاع في الصين، حيث تزامن الحادث مع عطلة اليوم القومي يوم الأربعاء.